السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مات مارسيلو في أوروبا. زي ما أنتم عارفين، إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن خطوات توثيق الزواج من مواطنة أوروبية، واتكلمنا بالأخص عن الزوجة البولندية. النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي موضوعنا عن توثيق الزواج، بس مش عن توثيق الزواج بالظبط، بس إحنا هنتكلم إزاي تحصل على ورقة عدم الممانعة مثلا وقت ما زوجتك مثلا موجودة في مصر. يعني الزوجة موجودة في مصر والزوج موجود في مصر، فالزوجة مش عايزة تسافر مثلا ترجع لبلدها، سواء كانت بولندا أو أي دولة أوروبية، بس احنا هنتكلم النهاردة بالأخص على الدولة البولندية. هي مثلا مش عايزة ترجع لبولندا علشان تجيب شهادة عدم الممانعة من بولندا، تمام؟ فهو في طريقة تانية إن احنا نجيبه منها شهادة عدم الممانعة من مصر، بس لازم يكون متوفر معاها حاجة واحدة بس. لو هي مسلمة هتبقى، لو هي مسيحية هيبقى متوفر معاها حاجتين اتنين. الحاجة الأولى لو هي مثلا مسيحية، تمام، هيبقى مطلوب منها في مصر أولا شهادة الميلاد، أولا شهادة الميلاد، ثانيا مطلوب منها شهادة من الكنيسة بتثبت الديانة بتاعتها، شهادة من الكنيسة بتثبت إن هي الشخص مثلا دوت بيروح الكنيسة وهو مسيحي، تمام. بالشهادتين دول في على موقع السفارة في مصر، موقع السفارة البولندية في مصر، بتحدد هي appointment، بتروح علشان تقدم على شهادة عدم الممانعة. وبذلك برضو هنبقى محتاجين شهادة العزوبية من الزوج. شهادة العزوبية من الزوج تكون مترجمة للغة البولندية مثلا من جمعية الصداقة المصرية البولندية، ومترجمة يعني مترجمة في الجمعية، مع شهادة الميلاد بتاعتها وشهادة الكنيسة بأن هي مسيحية الديانة. الاتنين مع بعض بتحدد ميعاد في السفاره، هي من عن طريق النت، ما بتتصلش ولا اي حاجه، بيبقى فيه ليهم سيكشن خاص بتحدد وبتروح. واغلب الاوقات بتكون مثلا من 8 الصبح ل 10 في الحدود دي. طبعا انت لو جاي من بره القاهره، لو انت يعني رايح القاهره من بره مثلا زي اسكندريه، من الصعيد، من شرم الشيخ، او من اي حته بعيده، لازم طبعا تكون انت قبلها بيوم تكون موجود. بس من اسكندريه والحتت اللي هي مثلا 200 كيلو 300 كيلو ممكن في نفس اليوم، بس تكون خارج بدري وتبقى عامل حساب الزحمه وكلام من ده. جبنا دلوقتي احنا شهاده العزوبيه، شهاده العزوبيه من الراجل ومترجمه باللغه البولنديه. ثانيا شهاده الكنيسه بتاعتها من بولندا عفوا، وشهاده الميلاد وشهادة الميلاد. التلاتة دول معانا، خلاص كده احنا بنخش السفارة وبنقدم. السفارة طبعا بتديك شوية اختيارات، سواء انت عايزها سريعة او مش سريعة، عايز تترجمها في السفارة او مش تترجمها في السفارة، يعني عايزها باللغة العربية او عايزها باللغة البولندية وتاخدها تترجمها بره العربي، تمام. بس طبعا افضل حاجة ان انت تعملها زي ما بيقولوا كده ايه، فول باكج، يعني تاخد كل حاجة من السفارة مرة واحدة. يعني انت مثلا هيديك هو اختيارات، السفارة هتديك اختيارات ان انت لو عايزها مثلا في اسبوع ده بسعر، لو عايزها في اسبوعين ده بسعر، لو عايزها مثلا في 3 أو 4 أيام ده بسعر تاني. جميل. هو الأسعار بتختلف شوية شوية كتير، يعني ممكن مثلا إذا كنت يعني متذكر بالظبط، لما عملتها أنا في السفارة البولندية كان عملتها في 3 أيام، دفعت في حدود 1400 جنيه مصري، 1400 جنيه مصري، تمام. كان في وقتها برضو كان اليورو كان ب 20 جنيه، تمام. فدوت هيفرق معاك، بس دوت مترتب انت يعني مستعجل او مش مستعجل، يعني هو الموضوع بسيط وسهل. المهم انت اقول مثلا ان انت هتسيب الموضوع لمدة اسبوع، يعني انت هتستلم مثلا الشهادة بعدها باسبوع، تمام. انت في نفس الوقت ده مطالب منك ان انت، لو افترضنا حاليا مثلا ان هي جنسيتها مثلا بولندية، وهي محتاج منها او مكتب التوثيق محتاج منها مثلا اقامة، عفوا محتاج منها اقامة. الاقامة دي احنا هنتوجه للجوازات، يعني هتكلم برضو بصفة خاصة بالنسبة للقاهرة وبالنسبة لاسكندرية، لان دول
اللي فاهم فيهم شوية. أنا من اسكندرية وأنا فاهم في الجزء بتاع اسكندرية، يعني الأماكن اللي بروحها. في القاهرة برضو أماكن معروفة بالنسبة للمجمع، فهو تقريبا أغلب الأعمال كلها للأجانب بتبقى في المجمع، تمام؟ يعني في اسكندرية أنت لو عايز تعمل إقامة لزوجتك بتاخدها وبتروح لجوازات محطة الرمل، لجوازات محطة الرمل يعتبر المنطقة مثلا للجوازات. بتروح هناك لجوازات محطة الرمل في الدور العلوي الأول تقريبا، وبتدخل هناك وبتاخد استمارة، بتملى الاستمارة أنت وزوجتك، طبعا أنت اللي بتملاها لأن كله بالعربي، وبتقدمها وبتسيبها هناك. ده طبعا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، الجزء بتاع الإقامة، يعني إزاي تنجز الموضوع بأسرع وقت، إزاي تنجز الموضوع لأسرع وقت عشان تاخد الإقامة. عقبال ما تاخد الإقامة ليها تكون مثلا أخدت الشهادة، أو تاخد الشهادة تستنى يوم يومين وتاخد الإقامة على طول، تمام؟ عفوا، علشان المواضيع اللي بتأخر كتير زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، إن فعلا في ناس بتقعد بالشهور وما بتاخدش إقامة. هي مثلا أنت زوجتك مطلوب منها إقامة، مطلوب منها إقامة غير سياحية. الإقامة الغير سياحية ديت أنت ممكن تقدم في الجوازات عادي خالص، جميل، وفي نفس الوقت بس تكون قدمت قبل ما تمشي في باقي الورق مثلا مع السفارة. قدمت في الجوازات، بعدها قمت رحت القاهرة قدمت على شهادة عدم ممانعة، أو لو هي معاها شهادة عدم ممانعة وجاية مثلا من بولندا، ده أحسن بكتير، على الأقل مش هيبقى مكلف في مصر، تمام؟ قدمت في الجوازات على الإقامة، و مستني مثلا تعمل شوية حاجات زي شهادة الصحة، مش عارف ايه كلام من دوت. انت طبعا لازم هتستنى 5 6 ايام اسبوع مع مع رد الإقامة، مع الجوازات يعني. يعني الجوازات هتديك رد الإقامة، مثلا قول ان انت هتستنى 5 6 ايام. عدوا 5 6 ايام ولقيت ان في تأخير في الكلام دوت. اولا انت في حاجة عندك، انت ممكن تروح لو انت في اسكندريه في مش فاكر بالظبط اسم المبنى اسمه ايه، بس هو ناحيه سموحه، جميل، ناحيه جرين بلازا، في محكمه هناك تقريبا، محكمه امن الدوله او الامن الوطني او حاجه زي كده، في مبنى هناك جنبهم، تمام؟ ده مبنى يعتبر اسمه مبنى امن الوطني. مبنى الامن الوطني دوت هو الجوازات ما بتدوش، يعني الجوازات ما بيدكش او ما بيديش مثلا لزوجتك اقامه غير لما بيرجع للأمن الوطني، تمام؟ وحجة الجوازات دايما، هي الأمن الوطني. فأنت ممكن تروح الأمن الوطني وتسأل إذا جالهم الطلب أو ما جالهمش الطلب. ولو جالهم الطلب مثلا أنت ممكن بتسأل إن يعني لو ينفع إن هم يخلصوه أسرع أو كده. نفع ما نفعش عادي خالص. نفترض مثلا إن زوجتك عاملة تذكرة طيران عودة لبولندا في خلال 10 ايام، تمام؟ علشان انت تخلص الموضوع دوت في خلال 10 ايام، انت لازم في اليوم الثامن يعني تخلص كل حاجة. في اليوم الثامن لازم تخلص كل حاجة، يعني قبل ما هي تيجي انت لازم تكون مظبط معاها ان وقت العودة بتاعها، تذكرة العودة بتاعتها يكون في نص الاسبوع، ما يكونش في اخر الاسبوع، ركز معايا في الكلمة دي علشان تنجز الموضوع، تمام؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا خلصنا كل حاجه معانا، سواء مثلا موقف تجنيدك، سواء شهاده عدم المنع، الشهاده الصحيه، شهاده عدم المنع اكيد طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان هي لازم تكون موثقه في وزاره الخارجيه في مصر، تمام؟ بعد السفاره، يعني السفاره مترجمها لك مديها لك بالعربي، بتروح توثقها في وزاره الخارجيه المصريه بداخل مصر، تمام؟ قلنا معانا كل الاوراق ديت، ومعانا شهادات الصحيه، معانا الصور الشخصيه، كل حاجه. اللي ناقصنا حاجه واحده بس، ايه هي اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا الاقامه للزوجه علشان نخلص. ما هو لو المكتب بتاع الجوازات قال لك ان لازم زوجتك ملزومه باقامه، يبقى انت لازم تجيب اقامه، مش هينفع حتى لو هي معاها تاشيره صالحه سياحيه، مش هتنفع، جميل. فانت هتقوم جاي عامل ايه؟ عفوا، اولا خلاص احنا قدمنا على الاقامه، تمام؟ الاقامه عدى 5 6 ايام، طبعا هو مش هيرد عليك في 5 6 ايام بنسبه 90%، تمام؟ هتروح انت هي
عاملة تذكرة طيرانها، عاملة تذكرة طيرانها العودة بعدها ب 10 أيام. وليكن مثلا شركة الطيران، نقوله شركة، خلينا نقول مثلا إن شركة الطيران هي تركيش اير لاين. أوكي، آخد منهم انفويس وشهادة تأكد، أو ورقة بالظبط بتجاب من الـ 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 من الشركة، من فرع الشركة، من أي فرع الشركة لأي شركة طيران أنت حاجز تبعها، تمام؟ بتطلب منهم شهادة بتثبت إن أنت فعلا التذكرة دي محجوزة ومؤكدة، والتذكرة مؤكدة للعودة، ومؤكدة للعودة، تمام؟ بتاخد الشهادة ديت وبتروح على جوازات محطة الرمل، زي ما قلنا احنا هنتكلم مثلا في اسكندرية حاليا عفوا، أو على القاهرة مثلا في مجمع التحرير. هتروح على جوازات محطة الرمل وتدخل للضابط، أو تروح الأول للمكاتب ديت وتقول لهم إن خلاص أنا هنهي طلب الإقامة علشان زوجتي هتسافر خلاص. الكلام دوت لازم تكون قبل ما هي هتسافر، قبل ما هي هتسافر تقريبا، ممكن هو ممكن يديك 72 ساعة، ممكن يديك 72 ساعة، بس ممكن يقول لك لا 24 أو 48 ساعة. فطبعا يستحسن يعني يكون حاجة ممتازة لو طيرانها يكون بالليل، لو طيرانها يكون بالليل ما يكونش الصبح، لأن الصبح هيبوظ لك 24 ساعة، هيبوظ لك يوم كامل عشان توثق الجواز، تمام؟ المهم نفترض ان هو اداك 72 ساعة او 48 ساعة او 24 ساعة، ازاي تستغل انت الفترة ديت او مثلا الوقت الصغير دوت في الانجاز؟ احنا زي ما اتفقنا كل حاجة معانا جاهزة، ما فيش اي حاجة ناقصة غير الاقامة علشان التوثيق، تمام؟ اولا انت لازم تكون مأكد مع مترجم، مع اي مترجم، اي مترجم انت تعرفه شخصيا، او المترجمين اللي بيقفوا مثلا قدام المكاتب، قدام المحكمة، كلام من دوت. ممكن دول يكون اغلى شوية، بس انت طبعا يستحسن لو انت حتى ليك صاحب، لو ليك صاحب مترجم تاخده عادي يترجم لك، مفيش اي مشكله. هو بس بيبقى مشروط ان هو يبقى محطوط في البطاقه من ورق المهنه ان هو يكون مترجم لغه انجليزيه مثلا، تمام؟ او حتى مدرس لغه انجليزيه على حد علمي ممكن تمشي في مكتب توثيق. المهم انت لما بتيجي بتقول له خلاص انا هكنسل طلب الاقامه، على طول تقول انا هكنسل طلب الاقامه وادي جوازها ومش عايزين طلب الاقامه، هيقول لك عايز الشهاده بتاعه تذكره الطيران من شركه الطيران ذات نفسها. قول له اتفضل، ان هو مش هيقبل لو انت عملت له مثلا برنت من على الايميل بتذكره الطيران، هو مش هيقبل الكلام ده عفوا. فهتقول له مثلا ادي تذكره الطيران من الشركه ذات نفسها وادي الباسبور، هيقوم جاي هو هيلغي الملف، هياخد الملف ويلغيه ومش عارف ايه والكلام ده، ويبعته مثلا لموظف من الموظفين، ده الضابط هيبعته لموظف من الموظفين، وهيقوم جاي عامل لك كنسله وتمضي على شويه حاجات، وبعد كده تروح تدفع تقريبا 500 جنيه او غرامه حاجه زي كده يعني على ما اظن. هي مش غرامه بس هو رسوم ان كنسله والكلام من دوت، لان هي لو كانت اخذت الاقامه برضك هتدفع ال 500 جنيه، فهم كده كده انت هتدفع ال 500 جنيه، هتاخد الاقامه مش هتاخد الاقامه، هتدفع 500 جنيه، ده تقريبا 99% فاصلة 9، تمام؟ دفعت ال 500 جنيه، هيقوم جاي مديها ختم على الباسبور، هيديها ختم على الباسبور بالمده اللي هو هتسافر فيها، ويوم بعديها احتمال كبير يوم بعديها، تمام؟ هيديها مثلا 24 ساعه من اليوم اللي انت اخدت بيه الختم، تمام؟ لحد تذكره الطيران، و24 ساعه بعد تذكره الطيران علشان ما يبقاش فيه مشاكل معاها في المطار. اخدت الختم ده، تاخد بعضك انت وهي على طول، المترجم معاكم والاوراق معاكم وكل حاجه، تروح على طول على مكتب التوثيق وتقول له اتفضل معايا اقامه بيوم واحد، وعايز اخلص عقد، عايز اخلص عقد القران النهارده ان شاء الله، ومعاك طبعا الاثنين شهود، هيبقى معاك الاقامه على الباسبور، تمام؟ ب 24 ساعه، 48 ساعه ماكسيموم، 72 ساعه، تمام؟ كل الاوراق اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، وقلنا برضو المترجم، تمام كده خلاص. رحت وقفت في مكتب التوثيق، تمام؟ الراجل هناك بصراحة بأمانة ربنا، بأمانة ربنا، مش نفاق أو كده، تمام؟ الراجل هناك ممتاز، يعني الراجل بأمانة بيسير كل حاجة، كل حاجة. أنا والله يعني عذرا أنا مش فاكر اسمه، بس هو راجل محترم فوق ما تتخيل، تمام؟ في اسكندرية. ف
الراجل هيقول لك تمام مفيش مشكلة، وهيديك تقريبا 4 أو 5 استمارات، وبعد كده تروح تعمل حاجة اسمها ماكرو فيلم أو حاجة زي كده، وتاخد إمضاء عليها وحاجات زي كده، وبعد كده تروح يكون مثلا معاك 2 شهود. ال2 شهود دول هيكون صحابك، يعني دول لازم تقريبا يكون صحابك، مش عشان حاجة، أنت ممكن تاخد أي شهود، بس الاثنين دول هيساعدوك، لأن أنت ال5 استمارات دول أنت لازم تملاهم بإيدك، أنت ذات نفسك لازم تملاهم بإيدك، هو مش هيملاهم لك ومحدش هيملاهم لك، حتى المترجم مش هيملاهم لك. يعني ممكن أنا عن نفسي المترجم ساعدني لأن كان معرفة وحاول يترجم يملاهم معايا، بس في الغالب ما بيعملوش كده. فال5 استمارات علشان تملاهم أنت لوحدك هتقعد لك مثلا بتاع 3 أو 4 ساعات، فيستحسن إن أنت يكون معاك واحد تاني أو 2 اللي هم الشهود يكونوا معاك في المكتب، وتملى على طول وتمضي. الراجل هيسأل مثلا زوجة حضرتك، هيسألها على شوية بيانات، العنوان، الاسم، اسم الأب، اسم الأم، مش عارف إيه الحاجات ديت، وخلاص يا سيدي. وإن شاء الله لو أنت كنت رحت هناك لمكتب التوثيق الصبح بدري، يعني مثلا قول الساعة 10 الصبح 11 بالكتير، تمام، هتخلص الموضوع في نفس اليوم. لكن لو رحت الساعة 12 الساعة واحدة، لو رحت الساعة 12 الساعة واحدة، احتمال كبير يعني مثلا 90% ان انت هتاخدها تاني يوم. يعني احنا اتكلمنا لو كان مسيحية او مسلمة، لو كانت مسيحية او مسلمة، ده الكلام ده كله كان ان هي مثلا مسيحية. لو مسلمة هي مش هتفرق غير في حاجة واحدة بس، اللي هي لما بتاخد ورقة عدم الممانعة من السفارة. السفارة طبعا بيطلب منها ورقة الديانة، السفارة ان هي مش عايزة الديانة تكون مكتوبة في شهادة عدم الممانعة. ليه؟ لان انت عندك بديل. اولا هي لو اشهرت الاسلام هنا في بولندا، جميل، بيكون معاها كذا شهادة، معاها شهادة على ما اظن باللغة العربية، وشهادة باللغة البولندية، او حتى لو شهادة بس باللغة البولندية بترجمها هنا العربية وخلاص. وممكن كمان اساسا حتى لو اشهرت الاسلام هنا انت مش محتاج يا سيدي الشهادات دي خالص، لان هتكلفك فعلا اكتر بكتير، علشان هتاخدها من هنا تترجمها العربي من هنا، وبعد كده تعمل لها توثيق في السفارة المصرية، وبعد كده تنزل لمصر تعمل توثيق في الخارجية علشان يعترف بيها في مصر. فالافضل وتنهي الموضوع خالص تاخدها على الازهر الشريف، على الازهر الشريف، تمام، على منطقة الازهر الشريف، وبتعمل هناك في قسم الإشهار الإسلامي ده في القاهرة فقط، ده في القاهرة فقط، لأن أنا كنت عارف إن هو كان بيتعامل مثلا في منطقة الأزهر برضه في اسكندرية، ورحت كذا مرة وكلام من ده وما نفعش، وبعد كده رحت القاهرة عشان أعمله. فتعمل مثلا لزوجتك إشهار إسلام، لو هي مثلا مسلمة هتعمل لها إشهار إسلام بداخل مصر عن طريق الأزهر الشريف، منطقة الأزهر الشريف بتروح. المهم حضرتك بتاخد زوجتك وبتروح على طول على القاهرة، على منطقة الأزهر الشريف، في هناك قسم لإشهار الإسلام، في هناك قسم لإشهار الإسلام، بتروح وبتقعد مع إمام هناك بيتكلم معاها عن مثلا أركان الإسلام أو الشهادة، تمام، أو أسماء بعض الأنبياء أو حاجات زي كده بسيطة في الدين، وبعدها على طول عفوا وبعدها على طول بيقول لكم خلاص تمام الحمد لله وربنا يبارك لكم في الزواج، وبيعمل لكم الشهادة، بس تستلمها تقريبا تاني يوم او يوم التالت. وبالشهادة ديت انت خلاص كده مش محتاج اي حاجة، مع شهادة عدم الممانعة، جميل، شهادة عدم الممانعة مش مكتوب فيها ديانة، معاك الشهادة ان هي بتثبت ان هي مسلمة، خلاص يبقى كده مش هيبقى مطلوب منها في مصر غير حاجة واحدة فقط لا غير. ايه هي؟ شهادة الميلاد من بولندا. شهادة الميلاد من بولندا، شهادة إشهار الإسلام. أنا بكده والحمد لله بقى خلصت باقي الموضوع عن توثيق الزواج، وانتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم عن التقديم السفارات، تقديم على التأشيرات في السفارات، وإزاي تخلص وتاخد التأشيرة وأسرع حاجة، والأوراق، المستندات، كل حاجة مطلوبة منك
علشان تؤهلك انك تاخد التأشيرة بأسرع وقت، وهنتكلم عن انت محتاج ايه بالظبط علشان تقدم على التأشيرة وتاخدها بإذن الله بأسرع وقت. وأتمنى إني أكون أفدتكم، وأتمنى إن شاء الله لو عجبك الفيديو لايك، وما تنساش بقى سبسكرايب. أوكي، يلا أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.